الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا حجاج بيت الله، نحن الآن في مكان معركة حصلت بين أهل الكفر وبين المسلمين، معركة تجنى فيها بعض المسلمين فقالوا هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما هزم نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأقسم بالله العظيم غير حانث أنه ما هزم نبي الله صلى الله عليه وسلم. كيف يهزم والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أفلم ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ بلى ورب العزة. لكن ما الذي حصل في معركة أحد أيها الإخوة؟ الذي حصل أيها الإخوة عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعداء الإسلام يعدون العدة لينتقموا ويثأروا من هزيمتهم يوم بدر، علم النبي صلى الله عليه وسلم فشاور أصحابه عليه الصلاة والسلام كعادته، لأنه يطبق أمر الله عز وجل بالشورى التي أمر الله عز وجل، فشاورهم في الأمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يود أن يحارب أعداء الله في المدينة المنورة، يأتي إليه الكفار فيحاربهم في المدينة، فيشتتون بين أزقة المدينة ويشترك معه الصبيان والنساء من فوق الأسطحة، لكن جمعا من الصحابة أشاروا عليه أن نخرج يا رسول الله، فوافق صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يتفرد بالقرار عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه الصلاة والسلام ولبس لأمة الحرب وخرج. فندم بعض الصحابة فقالوا: يا رسول الله دونك وما تريد؟ إذا أردت أن تبقى فلنبقى. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمة الحرب ثم يخلعها حتى يقاتل. وانطلق صلى الله عليه وسلم بعد أن خط الخطة للقتال، انطلق مع 1000 من المسلمين، وفي الطريق جاء عبد الله بن أبي المنافق ابن سلول فخذل المسلمين، فأخذ معه 300 من المسلمين، فبقي المسلمون 700 مقاتل، معهم 50 الذين يرمون بالنبل، ومعهم ناقتين فقط. أما جيش الكفر فكانوا 3000 مدججين بأعتى الأسلحة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان وأمر 50 رجلا من الصحابة أن يقفوا على هذا الجبل بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تبرحوا مكانكم. اسمعوا أيها الإخوة، قال لهم عليه الصلاة والسلام: إياكم أن تبرحوا مكانكم، لو رأيتمونا تتخطفنا الطير إياكم أن تبرحوا، وإن رأيتمونا غنمنا إياكم أن تتحركوا، على كل أحوال إياكم أن تتحركوا حتى يأتيكم أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودارت رحى المعركة في هذا المكان الذي ترونه أمامكم، في المكان الذي دفن فيه شهداء أحد، وسنزورهم بعد قليل بإذن الله عز وجل. هنا أيها الأخوة دارت رحى الحرب، فتقدم المسلمون وقاتلوا قتالا عنيفا، فنصرهم الله عز وجل وأعزهم وكانت الغلبة لهم، فأصبح أعداء الله عز وجل يهربون من كل حدب وصوب، ولوا الأدبار وتبعهم المسلمون. فلما رأى الرماة أن المسلمون قد انتصروا وبدأوا يأخذون الغنائم قالوا: انتهت المعركة فلننزل. خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا درس للأمة أيها الإخوة، أننا إذا خالفنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سننكسر وسنخسر. لما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا، كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يتربص في هذا المكان عند الوادي في هذا المكان، فلما رآهم قد نزلوا من على الجبل التف رضي الله عنه وأرضاه حول هذا الجبل، وقتل عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه والعشر الذين تبقوا معه، ثم غاروا على المسلمين قتلا وتنكيلا، فضعفت شوكة المسلمين. وجاء أهل الكفر بعد أن رأوا أن المسلمين قد تضعضعوا وقد
وقع فيهم القتل وتشتتوا تفضلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضلق الصحابة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فأخذ يناديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان إلي، يا فلان إلي، أنا رسول الله، أنا رسول الله. وفي هذه الأثناء جاء كافر من الكفار فأغار على نبينا صلى الله عليه وسلم وضربه على رأسه عليه الصلاة والسلام، فكسرت الخوذة التي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه الشريف عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودخلت حلقات المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يعالج حلقات المغفر بأسنانه حتى سقطت أسنانه رضي الله عنه وأرضاه وهو يخرجها من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدمي وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله ولإعلاء كلمة الله عز وجل. ثم جاء عدو الله أبي بن خلف قال: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فهرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يدافعوا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم قام صلى الله عليه وسلم وأخذ الحربة ثم رماه بها صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: أنا قاتله إن شاء الله. وطرقت هذه الكلمات أسماع عدو الله، فجرح جرحا بسيطا في رقبته فتدحرج على الأرض، ثم ولى إلى قومه فقال لهم: قتلني والله محمد، قتلني والله محمد. فقالوا له: لا بأس عليك، جرح صغير. فقال: والله لو بصق علي لقتلني، لأنه يعلم أنه رسول الله وأنه إن قال قولة فقوله حق صلى الله عليه وسلم. ثم اجتمع الصحابة بعد أن سمعوا أن نبيهم قد قتل، وذلك عندما قتل مصعب رضي الله عنه وأرضاه ابن عمير، وكان أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاح ونادى مناد أن قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا وقعت الهزيمة في نفوس الصحابة، وتضعضع الصحابة رضي الله عنهم. فقال أنس بن النضر: ما لكم؟ فقالوا: قتل رسول الله. فقال: على ما نعيش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيا نقاتل فلنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء عندما ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أنه حي يرزق عليه الصلاة والسلام، فأخذ يمشي عليه الصلاة والسلام حتى صعد على جبل أحد. هذا الجبل الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه، لا هذا الجبل العالي، نعم نعم، هذا الجبل كله جبل أحد إخواني، هذه السلسلة كلها سلسلة جبال أحد. فلما رقى الجبل صلى الله عليه وسلم ورقى معه بعض الصحابة رضي الله عنهم تبعهم الكفار، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لهم أن يعلونا، لا ينبغي لهم أن يعلونا. فأخذ الصحابة رضي الله عنهم يرمونهم بالنبل وبالحجارة حتى دفعوهم. فوقف في أسفل الجبل أبو سفيان وناداهم: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم عادها: أفيكم محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه، لا تجيبوه. ثم عادها الثالثة: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. ثم ناداهم: أفيكم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات فلم يجيبوه. ثم قال: أفيكم عمر؟ هؤلاء هم دعائم الإسلام أيها الإخوة، أبو بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه. عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أحد اهتز الجبل فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، أثبت أحد.
فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. عليك نبي هو رسول الله، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. فعندما ناداهم أفيكم أبو سفيان، عندما ناداهم أفيكم عمر، لم يجيبوه. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، أي أنهم قد قتلوا. فلم يستطع عمر رضي الله عنه أن يسكت، فقال: هذا محمد يا عدو الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وهذا أنا، وسنسومكم سوء العذاب. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، هذا يوم بيوم بدر، والحرب سجال. ثم قال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. اسمعوا أيها الإخوة، عندما يتعلق الأمر بجناب التوحيد، قال عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. فقالوا: ماذا نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. ونحن نقولها اليوم: الله أعلى وأجل من هؤلاء الكفرة، من هؤلاء الطواغيت الذين قتلوا المسلمين وشردوا المسلمين، نقول الله أعلى وأجل. ثم قال لهم أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقالوا: ماذا نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ثم تولوا أو تولى أهل الكفر، فقال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا أيها الإخوة، هنا نرد على من يقول بأن نبينا هزم عليه الصلاة والسلام، وحاشاه من ذلك، حاشاه من ذلك. هنا قال عليه الصلاة والسلام: إن نزلوا وركبوا الإبل فإنما سيرجعون إلى مكة، أما إن ركبوا الخيل فسيتوجهون إلى المدينة. والله لا سنجالدهم ولا نسمح لهم بدخول المدينة. لو كان قد هزم، هل يستطيع أن يجاريهم أو أن يقاتلهم؟ أبدا أيها الإخوة. فركبوا الإبل وعادوا إلى مكة. وعلم نبي الله عليه الصلاة والسلام بعد أن عاد إلى المدينة أن كفار قريش يعدون العدة في حمراء الأسد. اسمعوا أيها الإخوة، يعدون العدة في حمراء الأسد ليغيظوا على المسلمين ويكملوا المعركة. فلما سمع بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين كانوا معه في أحد أن يتجهزوا حتى يتوجهوا إلى حمراء الأسد، وتوجهوا رضي الله عنهم. هل هذا فعل مهزون أيها الإخوة؟ أبدا أيها الإخوة. توجه عليه الصلاة والسلام بكل عزيمة وقوة إلى حمراء الأسد ليجاريهم ويقاتلهم صلى الله عليه وسلم. فلما علموا بذلك خافوا من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وحسبوا أنه جاءه المدد، فلم يأتوا، فعاد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، درس يجب علينا أن نتعلمه من هذه المعركة. نعم، تكبد النبي عليه الصلاة والسلام خسائر، نعم، أما أن نقول هزم فلا ورب العزة. المهزوم أيها الإخوة، اسمعوا، المهزوم أيها الإخوة إما أن تحتل أرضه ويغير دينه ويحولون ديموغرافية الأرض كلها. هل حصل شيء من هذا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. عادوا إلى المدينة معززين مكرمين، عادوا بدينهم بقوة وإيمان وثبات. فقد نصر النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، لكنه تكبد خسائر. لماذا؟ لأن بعض الصحابة طمع في الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، طمعوا في الغنائم فنزلوا وخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما خالفوا أمره عليه الصلاة والسلام أذاقهم الله عز وجل هذه الخسائر، مما حصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم موقف يستحق أن يذكر أيها الإخوة. وهناك مواقف كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، لكن أختم بهذا الموقف بارك الله فيكم. هناك صحابي اسمه سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، بعث النبي عليه الصلاة والسلام زيدا ابن ثابت وقال له: تفقد سعدا، أم من الأحياء هو أم من الأموات؟ فنزل رضي الله عنه وأرضاه يتفقده بين القتلى، فوجده في الرمق الأخير، فنظر إليه وقال: يا سعد،
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، وسألني هل أنت من الأحياء أم من الأموات؟ فقال له قل له وعليك السلام يا رسول الله. قال عليك وعلى رسول الله السلام صلى الله عليه وسلم. قل له يا رسول الله إني لا أجد ريح الجنة، إني لا أجد ريح الجنة. صدقوا مع الله أيها الإخوة، فصدقهم الله عز وجل. ثم قال اسمعوا أيها الإخوة، قال يا زيد قل لقومي، قل لقومي والله لا خير فيكم إن مس النبي صلى الله عليه وسلم بمكروه وفيكم طرفة عين وفيكم عين تطرف، والله لا خير فيكم. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، والله أقول لكل من يسمعني أو يشاهدني، والله لا خير فينا إن مست سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء وفينا عين تطرف، والله لا خير فينا أيها الإخوة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحاك لها وتحارب، فإياكم أيها الإخوة أن تمس السنة بسوء وأنتم فيكم عين تطرف. يجب علينا أن نذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعنا، يجب علينا أن نبين للناس السنة ونحذرهم من البدعة حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا. أيها الإخوة، هذا ما حصل مع نبينا عليه الصلاة والسلام باختصار شديد. ومن أراد أن يستزيد فالمعركة مدونة في كتب التاريخ وفيها تفصيلات دقيقة ما أتيت عليها حتى لا أشق عليكم في هذه الشمس الحادقة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نسير خلفه وأن نقتفي أثره حتى نلقى ربنا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين.